السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرتها شرفت على إيكو جانك في دين دي مكة سودوالا وحان دوني إن أنا دين سوى قد بيو الدون كان أين شوبنو ودما دا الدون كان نكا استحيرا قار إيكو متقال لي أي مكا حيرا كاسي إليه با وحاجر حيرا مكا قاد ركتو قاد لي يابسو لكن كو ايجا مكا ايجا هاستا لقو منه مدام وحير ايجا اسا مستان او يحي مكا وحان دول استاقي دونا دور ان حير او الدونك متغنا استعماران او متغا مكي ادارتو اهد اللي يهبي دونتو والحيركا ووه ريبال اهد دول استاقي دونا ارداجا شاقي تواصنا كوين امتحاكا غشكا ولا حيريا ودوكا بنكرليش ارداجا ديبا شاقي تواصنا اوقارو امتحانك على أوقشو حرق ويد درك بين كرديش عبيتانك بيبسك الله يقانو وكمان نو سيدي تمنجر ان درك نروي كل درك نروي جو كواس هذي كورسينا ان حركس وشري ان كلا ان وصل بنك سوق هذا شرع التمسنا ودعد وشرع وقول لي هاي ان سجاك لو عبو عمل هو باللابو درك مكسيكو ما دام درك مكسيكو ويهاي ودمتها ودرن الدروبة استعماله هذا روح أركيسة إنه يهي قف كادين مربع أوجر ده على سديد تبانك شاي تبانك تكون يهي وحمد غناي وأبنان إن وعبو سيجارك إيش هذا جاري مريكان أح وكم نور وحنا وأنا لو حري هذه الجواركو نوث كوريا نوث كوريا هذه الجواركو جاري لجس وسمي ده كم مريكان ك وحري إذا شدة جاري مراكن أحوا كممنوع ذلك نوث كوريا بس هذا أن شجنا متك حي وحوي هاي كبحث شدة جيركو ودم بي أن لو إعقابي نم هدي أضو جيركو ترى محبوس على كبحثته دم بي سأسجع لقوم إعقابيو يا قوة ذلك حقا جرمني يدنك هدي يوقف كم محبوس كم جيركو كبحثته دم بي لو إعقابي معه تاس وحدة كان كذا إن جيركا أد لا إيراليو وهمت وكممنوع جواهد دوينها سكوي مادان كولومبيا طبعا كولومبيا هذه منطقة ناية قف كم ماشي دوينها سوق سكوي معه هذه منطقة وكوي قف السجاه جراه بروكم يحرق محيري حير نبي أجر وممنوع كده جيو قف كم سكوي كرين جواها تدوينها وإن عاد أقراش كهيسة وزارة أعلمها جدها هذه الدوليسو ina timahaaga midabayso North Korea ina ka yarka dadka u heesto hatta adii timaha aad damaan in aad midabayso ama aad kala duwan mid kale aad mariso lama ogolo ila wasaaradda arrimaha in aad ka ila ogolaasho aad ka heesto wasaaradda arrimaha gudaha waana wasaaradda arrimaha gudaha aad tagto oo warqad geysato oo dhahdo timahaaga ma taan midabay raba kadib loo ogolaanaya dadka inta badan isku sii u jirtaan قاف من دفعنا وشرين هذا الرجل دمر الله شرته فهو ترى عجيبه مرق وحتى كان كتاه وحي كم تهشر أيضا وضم هذا قارب إليه ميزان كاجا أخر لو كم نوع تقابا نلقى المسألة ذلك جبان ولم أقل ذلك جبان وأرتى وذا وذا مثلا نحيف وذا عطر الدوان مرق وحاوي أدا مثلا نرد على ميزان كقف كم إن أخر له walaa waxa ay hadii aad dowla cadeyso hadii aad dowla cadeyso gabar aan walaa waxa ay hadii aad dowla cadeyso gabar aadan garaneynin dalka Venezuela gabar baa ka soo martay oo dowla cadeysay ma la taqanin hadii lagu arko aha haa iskudir waxa weeye waa xarig gudaha lagu dhigay amka ayda aqab waxa la kulmaysaa aan ahayn lama ogola الجبسي سكبت ده فوضى كليا ما أقوله طايق ده وخطروي استعمالك إنترنت كوه وكم نوع هذه عدم أقول أشياء هذا كيس وزارة أرمها جودها إذا نا ونورث كوريا ودمت وش رأي عدم بمتخان نورث كوريا هي كميتها هذه متخانة إنترنت استعمال السوم وإن عد أقول أشياء هذا كيس وزارة أرمها جودها ركوا هتقرأ كرتها درك عصي إيه موسي درك أدو حرم إنه يهي هذه كلي قوات وين الدنيا كمان تغنى كتير تو يو لولا كل جرام مراكن حتى نذكر يوم حيرة مثلاً اللي جاك لو حاكم إذا أنت بعض واحد إيه استعمالاً أو واحد إذا صار سعتان واحد ما في كان سام تغنى معها إيه تغنى سامستو
marka sharciyada noocan ah aan soo qaadanayno waa in mar waliba aan barbar dhigno sharciyada innaga inoo degsan. Horto innaga sharci waxaa inoo ah kitaabka qur-aanka kariimka. Markii kitaabka qur-aanka kariimka uu sharci inoo yahay, wax kasta oo isagaasi uu nafaray baa mataqaana innaga yaa nafarad oon qaadanaynaa. Haddana markii mataqaana la eego dhanka adduunka hadda qaabku u tacaamulayo markii la fiiriyo, soomaaliya waxay leedahay dastuur qabyo qoraal ah, lama dhamaystirin weli. Marka haddii mataqaana aad aragto xeerarka qaar oo iyaga laftooda mataqaana aad la yaabayso markii aad aragto haddiise waxaan maxaa laga rabay, waa nala wadaagi kartaa, laakiin u mareen maayo in xeerar saasi ay ku jiraan. Maxaa yeelay waddankeenna uu ka duwan yahay wadamada kale, boqolkiiba boqol dadku waa islaam, dadku waa dad mataqaana wanaagsan, in yar oo xun way jiraan, laakiin inta badan dad wanaagsan bay mataqaana yaan soomaaliya u badan tahay. Marka waxyaabaha xun markii arkaana way ka dhiidiyaan, way diidaan. Waa arkay Soomaaliya wiid markii mataqaana wasaaradda haweenka mataqaana ee keentay muxuu sharciga jinsiga, waa kii mataqaana markii lagu gacanseeray oo dal iyo dibad iyo meel kasta Soomaaliya joogtay ee ka qayliday laguna celiyey oo meel mataqaana u socday lagu. Marka taas waxay daliil u tahay marka in mataqaana innaga markasta sharcigeena ku sareyno muxuu ahaa kan diinta islaamka innaga in leenahay kitaabkeena qur-aanka kariimka iyo sunnada nabi sallallahu calayhi wasallam. Marka haddii ay jiraan xeerar kuwan kuwa lamid ah oo adduunka mataqaana iyaga laga dhaqmo oo adiga aad la yar haddii ay jiraan waa loo soo gudbin kartaa, halkanna waan kasii aan ka joogno haddii ay biiraado. Daawadayaal, intaan barnaamijkan mid lamid ah aan ku kulmayno waxaan idin kaga tegayaa. Siyaasi nabad gal. Soomaalay dirir hore iyo dooxo warowdo dalagii laga beero dunyadu barqanaysay abaaro dadku leedahay maisku doorsan lahay unay dibu soo